على اساس قواعد الاخلاقيه موش تهدم في الرياضه، على هذه اللي شاركنا باش تبقى في هذا الاطار هذا. سي عبد الرحمن بياض، مازلنا في الاشرفمون كما يقول ياسين ولد موسى، انت كمستشار في التسويق الرياضي واداره الاعمال المانجمنت، كانت عندك تجربه مع فريق بارادو نقدر نقول. نعم. كما كانت البدايه وكما ردود الفعل مع يعني كانت تجربه لا باس بها، ولكن نظره تاع التسويق الرياضي هي شامله، واليوم رانا قدام حتميه مفروضه من طرف الفيدراليه العالميه لكره القدم، نو نو زونجاجون دون البروفيشناليزم دو فوتبول، ولهذا هذا الشيء نتفائلوا به لعده اسباب. السبب الاول هو الاموال العموميه راح تروح فيغ لو سبور اماتور اي دو بروكسيميتي، والرياضه المحترفه راح يكون ارباب اعمال اللي يقوموا على اداره اشغال هذه الفرق، وهذا يكون يوغي سيغتينمون ان روتور سور انفستيسمون اللي يرجع الفائده على صالح الاقتصاد الوطني. وتمناو الرياضه تولي ميدان اقتصادي يشارك في لو برودوي ناسيونال بروت. سي لوبجيكتيف بور لوكيل اي فودري ديفلوبي ان بيزنس اوتور دو سبور، و لي زوبورتونيتي سون نومبروز. اذا نحن بعد ما استمعنا لكم راح نستمع لبعض المحاضرين اللي كانوا حاضرين معكم في الايام الدراسيه والايام الدوليه للتسويق الرياضي، راح نستمع لهذه الاراء ونعود هنا للبلاتو للنقاش وحيبدا تبدا المقابله. ليماج دو سبورتيف هي المهمه، هذيك هي اللي غادي تتباع، ليماج دو سبورتيف وليماج تاع الفرقه تاعي مهمه، الفرقه الوطنيه ولي كلوب تاعهما خصهم كيفاش غادي يستعملوا باش يبيعوا هذيك ليماج ديالهم. دونك مثلا على الخدمه ديالي المحامي كنعاون هذوك لي زاتليت ولي كلوب باش كيفاش يديروا لي كونطرا ديالهم باش يكونوا مزيانين ليهم، يصلحوا ليهم ويربحوا فيهم. Il s'agit d'organiser une activité sportive, des compétitions. لتنظيم نشاطات رياضية أو منافسات هناك احتراف واقعي موجود في التنظيم الرياضي. أتخيل أنه في الجزائر كل أنديتكم مهما كان نوع الرياضة، وأنا لا أتحدث فقط عن كرة القدم بل بصفة عامة هم محترفون في مجالاته، لكن القفزة النوعية التي تنقص الفرق في مختلف الرياضات هي الاحترافية في التسيير والتسويق الرياضي، وعلى هذه الأندية والمؤسسات الاهتمام بهذا الجانب. الرياضة بشكل عام أو منظمي أي نشاط رياضي هم بحاجة إلى أموال من أجل شراء العتاد ودفع رواتب وعلاوات اللاعبين، فإعانة الدولة غير كافية لذلك، ويجب أن تدعم أيضا بالقطاع الخاص والاهتمام بالعلامات التجارية من خلال المؤسسات التي لها مصالح تجارية وسط الجمهور الرياضي. بالجزائر هناك حالة تسيير لدفع ديناميكيتها، والدور الرئيسي هنا هو التعرف على الشيء الذي يتم تسويقه أساسا لعلامة تجارية. فالمتعرف عليه العلامة التجارية يجب أن تظهر على الأقمصة الرياضية، وأيضا وضع لوحات إشهارية على محيط الملعب. ومن أهداف الشركة الخاصة أن تكون مشاركة في نجاح النادي الرياضي ورفاهيته، والتعاون هنا يبقى له عدة أوجه. dans le rôle que jouent les clubs sportifs au niveau social au niveau régional. وللنادي الرياضي دور من الجانب الاجتماعي والجهوي، وكذلك علاقة تلك النوادي بالجانب التربوي والمؤسسات التربوية، فمشاركة اللاعبين في دورات رياضية شبانية وأيضا في منافسات ما بين الأحياء يعطي بعد اجتماعي تشارك فيه المؤسسات الخاصة. السياسة الاتصالية الداخلية لأي مؤسسة تهتم بالقيم الرياضية والروح الجماعية لتنميتها داخل محيطها. Ce qui intéresse une entreprise, c'est...
وكانت هذه الاستجوابات مع اسماعيل ميلودي الذي حضر لهذه الايام الدراسيه. بعد ما استمعنا سي ولد موسى لهذه الاستجوابات في عدة جوانب طرحت بالنسبة للمداخلات والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. في الحقيقة هنا كان عدد كبير من الإشكاليات، مثلا تدخل الأخير تاع الأجنبي يتكلم على الرياضة تاع الهوات والانعكاس الاجتماعي. حقيقة الرياضة إذا كان نمثل الرياضة كأنها صاروخ وفيها ثلاث طبقات، فيه طبق للترفيهي وفيه طبق تربوي وفيه طبق رياضي. الرياضي منافسة يعني، ونقدروا نقسموا الرياضة على ثلاث أقسام أخرى. فيه رياضة الهوات وهذا اللي يعني القاعدية، الرياضة القاعدية. فيه الرياضة تاع اللي يمارسوها الناس في لأسباب الصحة وللترفيه وفيه رياضة تاع المنافسة المستوى العالي، وكيكون حتى المستوى العالي يكون في بعض الأحيان احترافي. التماسك والتماسك والمنطق اللي يفرض اللي يربط هذه الثلاث طبقات، احنا في بلادنا فيه خلل، فيه خلل. مثلا وين يكمن الخلل؟ الخلل هو اولا في الرياضه لازم تكون جماهيريه. مثلا احنا بين 2007 و2009 على كل حال رقم كبير ولكن قليل، احنا عندنا 35 مليون نسمة وعندنا 8 ملايين مدرسي ومليون ونص تقريبا بين التكوين المهني طلاب. يعني كي نشوفوا يعني الممارسة الرياضية إلا في الشباب، ما نهضروش في المجتمع، إلا في الشباب نشوفوها بلي قليلة ضليلة شوية. هذه أولا. يعني النظام التربوي والنظام الرياضي يعني ما عندهمش ما يجندوش جماهير كبيره. ولكن نعطي الرقم 2007 وبين 2010 ولا 9 انطلقنا من 400 الف ليسانسي، يعني الناس اللي عندهم بطاقه وعندهم مسجلين في الرابطه ومرجلين في مسجلين في الانديه وفي الاتحاديات الى 900 الف، تضاعفنا بمرتين. الاحتراف هو نتيجة لهذا النشاط الرياضي، كأنها تسلسل، هي تسلسل تاع قيم، ستونشان دو فالور. الرياضة تنتج، واش تنتج؟ تنتج الفرقة، تنتج لو سبيكتاكل. ولكن لو سبيكتاكل باش تكون سبيكتاكل لازم عندك فنانين، والفنانين هنا هما الرياضيين، والرياضيين باش يكونوا عندهم مستوى عالي لازم لهم تكوين، والتكوين يفوت على مراحل. والجهاز الرياضي هو كله مسؤول على هذا إبراز وتوظيف هذه النخبة. وباش نسوق هذه الفرجة اللي تقول سبيكتاكل، هنا تدخل عملية التسويق. قبل ما تسوقوا لازم تنجدوا، لازم يكون إنتاج، يفو لو برودوير افون لو ديستريبيوي. بصح كان سمحت تفضل. تتكلم يعني على التجربة ماضية، لا مش ماضية، يعني البيزوان دو فورماسيون ولا بيزون شارج هذا حاضر اليوم. بصح اليوم في 2011 الناس اللي وصلونا حتى اليوم يعني والحمد لله، يعني نقول يعني رياضيين جزائريين عندهم يعني يعني اللي يحبوا الرياضة في الجزائر ويتمنوا إن شاء الله يعني تكون يعني تطور في الرياضة وضحوا هناك في هذه الأيام. هادو كنت يعني نقول وعلاش هادو الناس اللي كانوا رفضوا يعني بين قوسين اللي رباوا هذه الرياضة هذه يعني، وعلاش ما عطاوش التجربة تاعهم الناس اللي هم اليوم اللي هم في الرياضة مسؤولين في الرياضة. يعني كمان ان باساج يعني ديزاني يعني الماضي والان كانت تمنينا في الايام هذو يجيو باش يتكلموا يقولوا ها كيفاش عشنا احنا الوضعية تاع الماضي. طيب هاي الوضعية لا مش سؤال، مش نفهموا سؤال، لا انت تفهموا السؤال بصح مش سؤال. وهذه واحدة. والثانية يعطيك الصحة يا خويا. لا سمح. لا 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 اسمح لي، لا اسمح لي. وثانية في هذه الأيام هذه أنت قلتها كنا جاو أجنبيين عطونا
يعني الصوره كيفاش عايشين في بلادهم يعني. كنا كجزائريين كنا حبينا كذلك يجونا الناس يقولوا كيفاش عايشين هنا في الاخر كيفاش سي سا ان ايشونج ديدي ان ايشونج ديكسبيريونس ان كونفرونتاسيون ميم دو سكي سو في ايور اي بارابور عندنا في الجزائر. Ça c'est important, c'est ça un débat. Il est quand même dit aux gens qu'ils ont fait dans leur pays, ou on ne peut pas dire ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que dans la salle, il y a des gens qui ont fait dans le pays. كي سنتيرس ان بو من خلال المداخله تاعو هنا مستهلكين ماهوش احنا نستهلك فقط هنا واحد يجيب لي انا باش نستهلك لا وانما نتعلم تاع عبد الرحمن تعلم صحيح يعني شونج هي بصفه عامه الرياضه هي حق لكل مواطن ولكن ماشي كل المواطنين راحين ينجحوا في الرياضه هذه دونك تو لي زونفون اون دووا دو جوي اي فودري كي جو كي براتيك ان سبور ولكن سيباري فو سيباري ايه ولكن تكون بيان سيباري ماذا بك تفسر يعني فصل بين رياضه الهوات ورياضه النخبه ورياضه الترفيهيه لان هادو يتكاملوا ولكن متفرقين مي ليليت ليليت افون كي ديفيان بروفيسيونيل لازم نعرفوا على ماش نتكلموا الا كان نتكلموا على ليليت حاجه عن إشكالية تعليل تتكون لازم الدولة ولازم الأندية ولازم يكون تكوين المدربين والفنانين والمنشآت الرياضية والتخصص والنظرة الاستراتيجية إذا كان تكلموا على رياضة سامحني سياسي نعم تفضل ليليت هذه ما تجيش نعم كي با كونفوز كوم يكونش غموض سامحني ليليت ما تجيش من العدم ها هو ليليت تجي من براعم من براعم كي اون دون بور ان سبور بريسي Et il y a des techniciens derrière qui font des sélections. Donc, le baraïm, et un don pour pratiquer un sport, il faudrait les prendre en charge. Fi académiette, et هكذا نكونوا l'élite. Kain wasila okhra, kain wasila okhra. كاين لو سبور دو ليليت وكاين لو سبور ديليت هما ماهوش نفس الشيء وماهوش نفس البروسيس ماهوش نفس يعني رياضه النخبه والرياضه النخبويه طريقه الانجاز اللي ماهوش كيف كيف نقدر انا في اطار معين باموال وكذا تكون عندي نخبه او يتكلم عليها اكاديميه ونكون براهم الى اخره نكون براهم مثلا وعندنا شبان يخرجوا في بلد وين ما عندناش شحال عندنا المنخرطين في كرة القدم هذا الشيء اللي حبيت نقوله ممكن نكونوا نخبة ولكن ما عندناش قاعدة كبيرة هذه ممكن من المستحسن أن هذا يكون له نتائج الأموال إلى آخره نقدروا نكونوا في صحراء رياضية ديزير سبورتيف نقدروا نكونوا نخبة بصح هذا ماهيش سياسة اللي تدوم راح ندخلوا في موضوع اخر خلينا نبقاو مع رانا في نفس رانا في صميم الموضوع الرياضي لان ربما نروحوا للتكوين وامور اخرى هي محل موضوع كذلك للنقاش لكن نبقاو في التسويق ما مدى تاثير التسويق الرياضي على الانديه هل الانديه الرياضيه تريد من خلال استعمال التسويق الرياضي بتدخل دراهم تدخل اموال هاو الموضوع باش تدخل اموال لازم تنتج فرجع عن سبيكتاكل لازم تنتج حاجه باش كيفاش النادي الجمعيه الرياضيه وخاصه الجمعيه الاحترافيه كيف تجند الاموال والنظر ووسائل الاعلام والاشهاريين والمستشارين وكل هذه السلسله للقيمه المضافه اللي تخلق المحيط الاحترافي الرياضي يعني هذا هو السؤال التسويق هو العمل الاخير سمعت راح نبقاو دائما لان البروفيسور رشيد حنيفي في المداخله تاعو تكلم على المتطلبات التسويق الرياضي والقيم الاولمبيه وذكر ارقام اللي يقول 67% هي مداخل اللجنه الاولمبيه هي من البث التلفزيوني والاذاعي واعطى ايضا ارقام اخرى 27% من التسويق هنا الموضوع تاع اللجنه الاولمبيه وكيف دخل معناها المداخيل من هذه العمليه عمليه التسويق للنسبه تاعها 27% حقيقه ما يسمى بلوتو فينانسمون دخلوا سامارانك كي كان على راس